شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا كبائر الإثم والفواحش.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر What?
لا
فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك يوم الدين إياك نعبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد and
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم الفاتحة. شحات قرآن.com